موجز أخبار السياحة من تحواس براس، أهلا بكم إلى أبرز العناوين. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل إلى الجزائر. بريطانيا تشترط فحوصات بصياغ للقادمين قبل صعود الطائرة. الجزائر العاصمة ثامن أرخص مدينة في العالم من حيث تكلفة العيش. أهلا بكم إلى التفاصيل. وصل اليوم الأحد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الجزائر في زيارة عمل رسمية تدوم 3 أيام، وكان في استقباله بمطار هواري بومدين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. للإشارة تأتي زيارة رئيس فلسطين في إطار التحضير للقمة العربية التي تنعقد بالجزائر في مارس المقبل. اشترطت السلطات الصحية في بريطانيا على المسافرين القادمين إثبات فحص سلبي خلال 48 ساعة السابقة شرطا لدخول البلاد، وجاء هذا نتيجة لرصد أكثر من 100 حالة إصابة جديدة بمتمحور أوميكرون لفيروس كورونا وارتفاع الإصابات به عالميا، مما يشترط على المسافرين القادمين الخضوع لفحص PCR على أن يقوموا بالحجر الصحي المنزلي حتى صدور نتيجة الفحص. احتلت الجزائر العاصمة حسب مؤشر تكلفة المعيشة العالمي 2021 المرتبة الثامنة بين المدن الأقل تكلفة للمعيشة في العالم، بحيث شمل تقرير المؤشر 173 مدينة والصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية لمجلة دي إيكونوميست. واحتلت العاصمة السورية دمشق المرتبة الأولى بين المدن الأقل تكلفة للمعيشة في العالم للعام الحالي، وفي الوقت نفسه تملك لقب الأسوأ من حيث المعيشة التي حصلت عليه في 2019، فيما تحتل طرابلس المرتبة الثانية التي تواجه أيضا تحديات سياسية واقتصادية. أما عن المدن الجديدة في الترتيب، احتلت إدنبرا المملكة المتحدة المرتبة 27، وأوكلاند بنيوزيلندا، وأوميانيبوليس في الولايات المتحدة، وسان ديغو بالولايات المتحدة. وبالنسبة للدول الأغلى في تكلفة العيش، فتم تصنيف كل من باريس الفرنسية والذي تقاسمته مناصفة مع سنغافورة، وحلت نيويورك في المركز السادس، وجنيف في المركز السابع، وكوبنهاغن في المركز الثامن، ولوس أنجلوس في المركز التاسع، وأوساكا في المركز العاشر. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام موجز الأخبار من قناة تحواس بريس. دمتم في رعاية الله وحفظه.